لا صعبة ولا يرضى القلي، كل الصعايب تنطوي عنده ضوي، الرقم واحد له ولا يرضى بد. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم بميدان الساد وفي منافسات مركز الديوانة الثاني لسن اللقايا. شعارات مميزة، شعارات صارت وقالت وحققت انتصارات حاضرة في صباح هذا اليوم بهذا الميدان، ميدان الساد. تهانينا لكل من فاز. شوط الافتتاح كان الحضور المشرف لحمد بن سيف بن عيف من أتانا بمذهلة بأول الأشواط، عفوا مذهلة حاضرة في هذا الشوط، وبإذن الله هي بتسجل النقطة الثانية لهذا الشعار. كان فاز بن عيف بالشوط الأول أيضا في المحليات الأصائل، والتوقيت الأفضل مع بالنصرة 6:32، وبالنصرة اليوم سجل شوطين حشيم ومشوك، فاز في شوطين في القعدان. تهانينا لكل من فاز. نبدأ بمسار هذا الشوط الخاص للمحليات الأصائل والشوط التاسع، تمنياتنا بالتوفيق للجميع، ونتابع اللي قادت المسيرة وخذت المركز الأول وسيطرت إلى المقدمة الرسمية. عبد الله بن عبيد بن علي الدرعي أطلق مشاهدين الكرام الرسمية إلى الصدارة، تليها المركز الثاني الوارية لأحمد بن خلفان بن نايع النعيمي، موقع المركز الثاني نقلة إلى المركز الثالث اللي بدت تغير من مركز إلى مركز وتستلم المركز الأول وهي قايدة للمسيرة وخذت المركز الأول نشلة سالم بن مبارك اللي غيرت إلى المقدمة. كم رقمها يا أبو عمران؟ 27. الذيبة محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي غيرت الذيبة واستلمت المركز الأول، تليها المركز الثاني رسمية عبد الله بن عبيد بن علي الدرعي، المركز الثالث الوارية. وين ومتى بتتوارى الوارية على الأنظار يا بن نايع؟ أحمد بن خلفان بن نايع النعيمي موقعها المركز الثالث. أوه بدت الخطورة بدون استئذان من شعار بوفيصل اللي من الجانب الآخر، استلمت المركز الأول بيوم لم سجل أيضا 6 نقاط على أرضية هذا الميدان. هذا الشعار اللي يخوف، الشعار العناوي أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي ياتينا بأسطورة أسطورة 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 وأسطورة خطيرة، ما شعارها خطير وهي خطيرة بالحقيقة. راعت العروض المميزة نقلة إلى المركز الخامس، الخامسة تصل ثمينة سالم بن محمد بالشرقي العفاري، وصل بن مراش من يقدم ثمينة في الموقع الثمين وعينها إلى المقدمة، وصول من الجانب الآخر من شعار غاصب بن محمد العفاري، بنحاول نتعرف عليها حينما يضح رقمها، تصل وتنطلق إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، وغيرت على الرابع في هذه اللحظات لغاصب بن محمد العفاري. مشاهدين الكرام نقله إلى المركز الخامسة لحامد بن ناصر النعيمي، وصل بو ناصر وصلت كفاية حامد بن ناصر بن علي النعيمي، والوصول في هذه اللحظات من شروط علي بن محمد بن سعيد السودين، وصلت وخذت المركز السادس، وصلت مذهلة مرحبا بمذهلة ولا تكفي مذهلة حمد بن سيف بن عيف العامري من افتتح أشواط صباح هذا اليوم، وكان الحضور له أينما يكون حضوره مشرف بوسيف حمد بن سيف بن عيف العامري، تصل مذهلة تنطلق إلى المركز السادس. لكن بنعود إلى مقدمة الشوط، وين سيطرة في القمة قايدة للمسيرة، مسيطرة إلى المركز الأول أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، شعار بوفيصل على ظهر سيطرة وتنفرد بالمركز الأول، الانفراد التام يا سلام.
هذه المحلية الأصيلة تغترب من افتتاح بوابة الكيلو المتر الأخير. هذه راعة الرموز بإذن الله تعالى. بو فيصل في القمة دائما وأبدا، غادرت بوابة الناموس، غادرت الكيلو المتر الأخير. يالله يا سلام يا سلام، الله يا أسطورة، يا سيطرة، يا سيطرة، يا سيطرة، يا سيطرة. شوف 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 عبد الله اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري. حرك 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 بن عمهي، الله، وانطلقت إلى المركز الثاني. لكن هني سيطرة في المقدمة، بب 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 يا سيطرة، بدون تعليمات، بدون تعليمات ترقص على مدرج رقم واحد، رقصها المميز. خذ لي زوم يا القابري، خذ لي زوم، خل اللي يضرب يضرب، خل اللي يحرك يحرك، خلنا نتمتع، خلنا نشوف، يمكن تروح عنا في عاصمة الميادين. ما شاء الله، سيطرة في المقدمة، سيطرة على الصدارة بدون تعليمات. اشتعلت من الخلف، اشتعلت من الخلف، بدت الأوامر، بدت الأوامر. أوه، مذهلة مذهلة وصلت، مذهلة وصلت، الله، العمالقة العمالقة، السبق، الدوليات الداوديات، ما جودات في الشوط، لكن تحركت سيطرة، تحركت سيطرة، انطلقت سيطرة، انطلقت الفوز. اشكرك أبو مبارك، اشكرك أبو مبارك المتابع لهذا الشعار. تسلم يمينك حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي. سيطرة، دورت على الخفيف، انتزعت المركز الأول. سلام لأبو فيصل ودوه، السلام لزاخر ودوه، وهذه سيطرة. مذهلة ثانية، حمد بن سيف بن عيف بن عمه المنصوري ثالثا. المركز الرابع، المركز الرابع 25 شودة سيف بن سهيل بن خير العفاري. وفي المركز، المركز الخامس 11، 11 هذه ثمينة، سالم بن محمد بالشرقي العفاري. التوقيت، توقيت سيطرة 6:37 ثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، نهني على فوز سيطرة وانتزعها للمركز الأول.